هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. صباحكم معنا جديد، وأهلا وسهلا بجميع اللي انضموا لبرنامج جوك. عم نعرض البرنامج من المنزل، انتم صرتوا عارفين، بسبب تزايد أو ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وطبعا أكيد حرصا من الإدارة على سلامتنا وعلى سلامة ضيوفنا على الأكيد. وطبعا هلأ صار معنا الدكتور مازن أبو الهيجاء، أخصائي الطب النفسي، يعني حكي لنا أكيد كيف أثرت كورونا وطبعا الإجراءات الصارمة اللي اتخذتها الحكومة لحتى نحد من هذا الوباء ونوقف مع بعض إيد بإيد وكتف بكتف حتى نحارب هذا الوباء. وأكيد هذه الإجراءات وفيروس كورونا بشكل عام أثر كتير على نفسيتنا وعلى الكبار وعلى الأطفال بشتى النواحي. معنا دكتور مازن أبو الهيجاء، أخصائي الطب النفسي. صباح الخير دكتور. أهلين، صباح الخير، كيف حالك؟ تمام، كيف صبحت؟ يسعد صباحك، صباح كل الأخوة المستمعين والمشاهدين. يسعد صباحك دكتور. يعني كنت بالبداية أنا بالمقدمة عم بحكي إنه لا شك بإنه فيروس كورونا أثر بشكل بخوف على نفسيتنا، سواء كنا كبار، كنا شباب، كنا أطفال، كنا مراهقين، أو يعني الأشخاص اليافعين، فعلاً إنه أثر على نفسيتنا. إحنا كيف ممكن إنه نتأقلم مع هذا الوضع، خصوصاً إنه كتير أوقات عم تطلع إجراءات إنه مثلاً خلص مددوا أوقات الحظر، بتطلع إجراءات تانية خلص خلصناها. هذا إشي عم بتعب النفسية كتير، لا في رواح ولا في جيان ولا في تجمعات ولا في أي إشي. فأحكي لنا أكثر كيف إحنا ممكن إنه نحد من يعني تعب النفس اللي إحنا عم نمر. نعم ستي، هو لا شك بإنه كورونا اللي بدأ مع يعني على مستوى العالم كلياته صار له سنة تقريبا، يعني هو بمثابة وباء عالمي، يعني ما استثناش أحد دولة أو مكان أو منطقة أو مساحة معينة من الإصابة. كل دول العالم أصيبت، وكانت نسبة الانتشار والإصابات عالية جدا. هلا هذا الشكل من الأمراض الفيروسية فرض على الناس حالة من الصدمة النفسية، لأنه كان حالة شديدة جدا، تسبب في حالات وفاة كثيرة، ضغط عالي على الخدمات الطبية، بما معناه أنه إحنا محتاجين إلى رعاية طبية مكثفة، وهي عملية مش سهلة. أضف إلى ذلك غير نمط الحياة كاملا في كل دول العالم تقريبا تغير، وعملية التغيير هي عملية مش سهلة، لأنه هي عبارة عن حالات الحظر والإغلاق، والحظر لفترات طويلة والإغلاق لفترات طويلة. هل هذول كلها مجموعة عوامل يمثلوا حالة من حالات السترس أو الضغط النفسي الدائم اللي خلقت عند الناس حالة من القلق، خاصة قلق للواقع القائم وقلق من ضبابية المستقبل. يعني إحنا لا نزال لغاية هذا اليوم بنحكي في موضوع المطعوم كحل من الحلول الرئيسية، ولكن دائما وأبدا لا تزال في ناس تشكك في موضوع المطاعيم، ناس تشكك في تغير السلالات، ناس ما يعني بعدها ما عم تعطينا انطباع، واحنا بنحكي عن الناس المختصين طبيا، يعني ما عم تعطينا انطباعات عن النهاية المتوقعة لهذه الحالة، خاصة مع ظهور سلالات جديدة. هل هذا كلياته فرض على الناس واقع نفسي سيء؟ صراحة القلق، الخوف، التوتر، واقع نفسي سيء. إجراءات الوقائية أو الطبية اللي تتخذها الكثير من دول العالم، اللي هي الحظر الشامل أو الحظر الجزئي ولفترات متقطعة أو متواصلة، هذا بمثابة شكل من أشكال حجز الحرية. وحجز الحرية هون، وإن كان الهدف صحي وحفاظ على صحة الناس، لكن للإنسان العادي بمثل حالة ضغط نفسي إضافي، وبالتالي فرض علينا واقع جديد من الصحة النفسية اللي عم بنعاني منها حاليا وعم بنشوفها حاليا صراحة، اللي هي زيادة أو ارتفاع كبير في حالات القلق، في حالات الاكتئاب، سواء عند الناس اللي كانوا مصابين فيه سابقا أو الناس اللي أصيبوا بكورونا وخلال إصابتهم أو ما بعدها، وحتى الناس اللي ما سبقوا وعانوا من مشاكل
دخلوا في أنماط جديدة من المشاكل النفسية نتيجة جائحة كورونا. وكل هذا فرض علينا أنه نبدأ نحكي بأسلوب جديد عن التعامل مع نمط الحياة، عن التعامل مع مشاكل اللي نجت عن المشاكل النفسية اللي نجت عن كورونا، وحتى على مستوى تغيير السلوك المجتمعي والفكر المجتمعي عشان يبدأ يتأقلم من جديد مع الجائحة. يعني دكتور إحنا عم نحكي عن إنه فعلاً فعلاً هالفيروس الوباء العالمي بيأثر على الأشخاص وفعلاً بيعمل اكتئاب. طيب إحنا يعني إحنا ما نقدرش ننكر إنه مادياً نفسياً اجتماعياً دمرنا، مش يعني هذا إشي مش بس فقط مقتصر على بلاد معينة. طيب خلينا نحكي عن المتعافيين من فيروس كورونا، كيف نسبة الاكتئاب بين الأشخاص المتعافيين من فيروس كورونا والأشخاص الغير مصابين أو المصابين؟ لا شوفي، هلا اذا بدنا نحكي على موضوع الاكتئاب حقيقه، يعني الاشخاص اللي اصيبوا بكورونا وتعافوا منه لاحظنا في ارتفاع كبير في اضطرابات الاكتئاب عندهم، وهذه كانت ملحوظه بالنسبه لنا بشكل جيد. وحتى الحالات اللي اجونا ما بعد كورونا اللي سبق واصيب بنوبات اكتئاب فهو أصيب بنوبة اكتئاب ما بعد كورونا أو زادت حالته، هذا مؤكد 100%. ولكن اللي يضاف له أنه في ناس ما سبقوا عانوا من أي مشاكل نفسية، بعد ما أصيبوا بكورونا في مرحلة التعافي وفي خلال أول 3 شهور بالذات، يعني إحنا هي لاحظناها كثير، نسبة كبيرة تتجاوز 50% منهم صراحة أصيبوا بحالة من أو بدرجة من درجات الاكتئاب، إما نتيجة الخوف اللي مروا فيه أو الضغط النفسي أو حتى تبعات كورونا زي فقدان حاسة الشم، حاسة التذوق إلى آخره، اللي هي أكثر شيوعاً واللي هي بتأخذ فترة أطول، دخلتهم في حالة من الخوف أنه احتمال أني والله هذه الحواس ما ترجع لي مرة ثانية، احتمال أنه تأخذ وقت طويل، وهذا شيء يعني متعب جداً للإنسان أنه يفقد جزء من حواسه. يعني طبعاً يعني أنت عم تحكي أنه جزء كبير من المتعافيين كان عندهم نسبة ارتفاع بالاكتئاب. نعم. أوكي. نعم. طب دكتور خلينا نحكي إيش ممكن علاجات ممكن نتلقاها للتخفيف من آثار كورونا النفسية؟ يعني إحنا أكيد ما بدنا مهدئات، ما بدنا الحبوب اللي بياخدوها ممكن أشخاص بيعانوا من ظروف مرضية أخرى تتطلب منهم إنهم يأخذوا حسب الوصفة الطبية للدكاترة مثلاً أقراص مهدئة أو ما إلى آخره. بس إحنا نحكي على الأشخاص اللي تعرضوا لا خلينا نحكي فيروس كورونا أو الأشخاص بشكل عام، يعني بنحكي إحنا جزء كتير بسيط من الأشخاص ما عندهم أو مش حاسين باكتئاب، يمكن لأنه هم مش عارفين إنه هم عن جد مكتئبين، هم يمكن مسلكين بهالحياة بقول لك علي وعلى غيري، يعني هو مش بس والله علي أنا كفرد كشخص، يعني مش مستقصد. فإيش ممكن واحد يكون من في علاجات ممكن هو يتخذها من الدكتور لحتى إنه يخفف من الآثار النفسية؟ نعم، شوف ستي، هو ليس كل من عانى من الاكتئاب لازم نعطيه دواء، خاصة أنه إحنا بنيجي بنحكي عن الاكتئاب، هذا اكتئاب ظرفي، يعني إحنا شوي بعيدين عن أمراض الاكتئاب، لأنه الاكتئاب لا يشترط أن يكون مرض، يعني الاكتئاب له درجات. هلأ الاكتئاب اللي إحنا بنعاني فيه هنا أو نحكي فيه هون عند الناس، يعني أول وأهم نصيحة مني لجميع الأخوة والأخوات، قبل ما أن نتحدث في قضية العلاج علينا أن نستشير يعني طبيب نفسي مختص ليحدد لنا إحنا حجم المشكلة اللي بنعاني منها، لأنه مش كل مشكلة تستوجب تداخل طبي، مش كل مشكلة تستوجب صرف أدوية. 2، الاكتئاب اللي إحنا يعني بدنا نشوفه دائما وأبدا كل يوم تقريبا مصنف إلى درجات، في نوع من أنواع الاكتئاب اكتئاب بسيط أو خفيف، وهذا فقط يعني بمجموعة نصائح وإرشادات لتغيير نمط الحياة، لتعزيز الدعم النفسي من أفراد الأسرة المحيطين، التعامل بواقعية ومنطقية مع أمر مفروض على الجميع، يعني مش أمر بخصني أنا لحالي أو أنت لحالك، يعني بخص الجميع، يعني هذا نوع من أنواع الدعم النفسي والتكاتف بين أفراد المجتمع. هذا كلام بيساعد كثير تغيير نمط الحياة اليومي، يعني إحنا ما بنقول للشخص والله إذا أنت كنت في حالة حذر أقعد في الغرفة وسكر حالك الباب وظلك يا إما بتحكي بسلبية أو بتشوف الأمور بسلبية، لا،
هو كل هذا اللي إذا عملته لن يغير من الواقع شيء، أنت عليك أن تتغير وتتعايش مع الواقع الجديد، وهي نقطة جدا مهمة. إحنا تغير سلوكنا الاجتماعي ولن يعود إلى السلوك القديم بالمناسبة، يعني إحنا سلوكنا راح يحصل عليه تغيرات كثيرة ستبقى معنا حتى في المستقبل، فلازم من هسه نفهم ونقتنع بهذه الفكرة أنه إحنا تغيرنا ويجب أن نحافظ على هذا التغير، لأن جزء منه كبير كان تغير سلوكي إيجابي. صح، هو في ظل ظرف سلبي. نوع ثاني من حالات الاكتئاب تستوجب لأن هنا نعطي بعض الأدوية. الأدوية هذا قرار طبي، وهو قرار طبي ليس سهل، يعني بيستوجب أنه يكون الطبيب مقتنع 100% إعطاء أدوية تساعد هذا الشخص. طبعاً استعمال المهدئات هي عملية بحاجة إلى ضبط وربط شديدين وسيطرة من قبل الطبيب المعالج، وأنا من الأشخاص اللي بميل كثيراً لتجنبها، لأنه أصبحت مضادات الاكتئاب بتشتغل على عدة مستويات، يعني مستوى القلق، مستوى الأفكار الوسواسية، الرهاب، الاكتئاب، كله صار مضاد الاكتئاب. الأدوية حديثة جداً، يعني ما في عليها تعود، ما في منها خوف، ما لها أثار جانبية. تجنب أو نصيحتي أو حتى أنا ميلي في شغلي لتجنب المهدئات، إحنا كبشر في هذه المرحلة في حالة ضعف، في حالة الضعف المهدئات توفر حلول سهلة بسيطة سريعة لحالة القلق والتوتر، ولكن خادعة، بمعنى إنه الإنسان إذا شعر بالراحة السريعة راح يتعلق بهذه الأدوية، وإحنا كلنا بنعرف إنه هاي الأدوية نهايتها الإدمان. فبالتالي تجنبها في الظرف العام اللي إحنا بنحكي فيه هون هي عملية أساسية، وإذا اضطرينا أن نصرفها في بعض الأحيان لبعض الحالات الشديدة فبنصرفها لفترات محدودة جدا، لها بداية لها نهاية، يحددها الطبيب المعالج ويتحكم بها ويسيطر عليها. فلذلك عندنا عدة مستويات من التداخل مع اضطرابات الاكتئاب، من النصيحة والإرشاد وصولا إلى العلاج الدوائي والعلاج النفسي. أنا كنت رح أتطرق لسؤال أو لموضوع، موضوع الانتحار. فعلاً فيروس كورونا ممكن أو هو تسبب، خلينا نحكي بأشخاص أنهم هم أنه حياتهم بسبب الاكتئاب الشديد من فيروس كورونا لحدرجة ممكن توصل، أو حتى الإدمان، إحنا حكينا عن إدمان الأدوية مهدئات، ممكن أنه فعلاً توصل واحد أنه ينتحر بسبب الاكتئاب من فيروس كورونا؟ شوفي، إحنا يعني ما بنقدر نقول ينتحر بسبب فيروس كورونا، هذا ربط بيحتاج إلى دراسة علمية وافية وقد تمتد إلى سنوات، فلا ما رح أقدر أحكي عنه إنه بهذه الدقة أنا كطبيب مستشار في الطب النفسي، إلا إنه جزئية الاضطرابات السلوكية، إحنا بنسميها الاضطرابات السلوكية كالعنف، العدوانية، الإيذاء، والإيذاء جزء منه إيذاء النفس اللي يرقى إلى مرحلة الانتحار، كنمط سلوكي من هذا الشكل نعم بدأ يزداد على مستوى العالم بعد جائحة كورونا بثلاث أو أربع شهور تقريبا. بلشت أنا أقرأ يعني في المواقع العالمية والمواقع الطبية والمراجع تبعتنا وحتى على مستوى المشاهداتنا في مجتمعنا المحلي، صار في ارتفاع في ظاهرة الاضطرابات السلوكية، سواء على مستوى العنف أو على مستوى طبعا العنف الجسدي واللفظي، أو على مستوى الاضطرابات السلوكية زي إيذاء النفس إلى الآخرين أو الانتحار. نعم في، ولكن هذا ناتج عن حالة من الإحباط، حالة من الخوف، حالة من الاكتئاب، وفي معظم الأحيان بكون في إلها تاريخ سابق لهذا النوع من السلوك عند هذا الشخص، يعني هو ما راح يكون إنسان طبيعي وينقلب فجأة إلى شخص منتحر أو مؤذي، لا، لو نرجع إلى تاريخه السابق نجد أنه في عنده هذا شكل من أشكال هذا الاضطراب حصل معه سابقا في حياته، ولربما في نسبة يعني بسيطة ظهرت معهم لأول مرة، بس إحنا ما بنقدر نقول أنه كورونا لوحده هو الذي أدى، هو كورونا وما ترتب على كورونا من مشاكل ومظاهر اقتصادية واجتماعية عززت إعادة إنتاج هذا السلوك مرة ثانية، فبالتالي صرنا نشوفه بنسبة أعلى. فيما يخص الإدمان، نعم في صراحة ارتفاع واضح تماما وملحوظ في السلوك
الإدماني أو السلوك الذي يميل إلى تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حتى من ضمنها الكحولية. ليش؟ لأنه للأسف الشديد يعني وهي كارثة اجتماعية، الكثيرين يعني بدل ما يحل مشاكله في حياته وما استجد عليها بميل إلى الهروب من هذه المشاكل، شكل من أشكال يعني الهروب، التجابن، عدم الرغبة في التفكير، استعمال قدراته ومخه اللي الله أعطاه إياه والحلول اللي تكون موجودة أحياناً كثيرة قدام عينه بس ما بده يشوفها، وبدأ يميل إلى الطريق الأسهل إنه يضحك على نفسه ويروح يتعاطى المخدرات أو أي مواد مؤثرات عقلية أو حتى الكحول. البعض تحت تأثير حالة القلق والتوتر بدل ما يسمع نصيحة الطبيب المعالج بروح بسمع نصيحة صاحبته وصاحبه جاره جارته وابن عمه وابن خاله، خذ لك الحبة، خذ لك الكبسولة، اشرب لك شوي، تحس حالك روقت. وأنا عم بسمع هاي تقريبا هذه المصطلحات يوميا عندي في العيادة. وللأسف إحنا ننتهي بأشخاص مغيبين عن الواقع، مغيبين عن الوعي، وفي نهاية المطاف يتحول إلى شخص مدمن، ولربما يترتب عليها أمراض نفسية وأمراض عقلية، وبتصير عملية الحلول معقدة. بدنا نحل مشكلته الاقتصادية الاجتماعية وبدنا نحل مشكلته الطبية، وبالتالي يعقد الأمور على نفسه. دكتور، يعني خلينا واقعيين، كثير أشخاص نسبة كثير كبيرة خسرت أشغالها، نسبة كثير كبيرة سكرت محلاتها، نسبة كثير كلياتنا مش عارفين نسافر. في أشخاص كثير مش والله بس عشان الاستمتاع والترفيه عن النفس، في أشخاص عندها أهليها برا. أنا واحدة من الناس اللي عندي يعني أهلي برا، يعني أهلي برا البلاد، ومش عارفة أشوفهم صار لي أكثر من سنة. هلا هذا الإشي عن جد بتطلب للواحد إنه يسمع نصيحة تكون كتير مؤثرة فيه لحتى يعرف يكمل حياته أو يتأقلم مع الظرف الجديد اللي هو أنت زي ما تحكيت رح يضله ملازمه طول حياته. نعم، شوفي يعني خلينا نكون متفقين، لا أحد يعني، وهي أنا بحكيها للكل كمان، لا أحد في كل الدول يملك حلا سحريا للمشاكل. يعني نكون واقعين ومنطقيين، يعني ما في دولة مهما كان اقتصادها قوي ومهما كانت الدولة كبيرة أو صغيرة تملك حل سحري يعني يخلي الخسائر العظيمة في الاقتصاد يمكن تعويضها. يعني التاجر، احنا بنعرف التجار عندنا هون او الجانب الاقتصادي عندنا في البلد يعني سحق حقيقة. يعني انا اعتقد لست مختص في هذا المجال، ولكن باعتقادي انه سحق ويعني عانى ولا يزال يعاني، واعتقد انه سيبقى يعاني. لكن لما نجي نطلع على حتى الدول الاخرى الاكبر منا حجما واقتصادا واقوى كثيرا اقتصاديا والاخري، ايضا يعني في أوروبا كثير من الدول المواطنين اللي كانوا زمان عايشين في رفاهية عالية هلا عم بوقفوا طوابير عشان يأخذوا حصة غذائية. يعني هذا الكلام ما كنا في يوم من الأيام نتخيل حصوله. نحن الحمد لله لسه لنزال للآن بقدراتنا الضعيفة، لنزال لم نصل إلى هيك مستوى، إن شاء الله لن نصل. الفكرة إنه الإنسان في تعرضه لأي حالة ضغط نفسي شديد يمر بمراحل، إذا أدركنا هاي المراحل عرفنا إحنا شو بنتصرف. أولها هو الإنكار، يعني إحنا بنحاول قدر الإمكان أن ننكر المشكلة ونبدأ نضع لوم أو تفسيرات على أطراف أخرى ونقول هذا السبب وهذه الأشياء هي السبب ثم ندخل في مرحلة ثانية بعدها اللي هي التفاوض، اللي نسميها البارجنينج، إنه بنقول طب لو مثلا يعطونا 4 ساعات زيادة عشان نشتغل كذا ونسدد كذا. بعدها بشوي بندخل في مرحلة القبول اللي هي الأكسبتنس، احنا بنقبل الواقع. وقبول الواقع ظاهرة صحية. ليش؟ اول اشي اذا كانت الحالة الوبائية في الأردن على سبيل المثال في منطقة خطيرة جدا فرضت علينا اجراءات صارمة حفاظا على حياة أفراد هذا الشعب، والحفاظ على حياتهم جزء أساسي من الحركة الاقتصادية. أنا كتاجر بدي ناس تبيع وتشتري عشان يجيبوا فلوس يشتروا مني.
طب إذا هذول الناس كلهم يا ميت يا في المستشفى، وشو بدي أعمل تجارتي أنا؟ أنا حبيع لحالي وأشتري لحالي؟ ما بصبر. يعني هي النظرة لازم تكون شمولية أكثر. أنا بدي ناس متعافيين، بلد متعافية صحيا، عشان يصير فيها حركة اقتصادية تسمح للجميع أن يعمل ويستفيد. لكن بلد تعاني ومتهالكة صحيا وتعاني صحيا، وآجي أفتح أنا محل، طب ما أنا ما فيش عندي زبائن، لأنه كلهم يا بخاف يطلع على الشارع، يا مريض، يا إنه إلو مطر. أنا حتى لو رجعت النشاط الاقتصادي فأنا مش راح أرجع بالضبط، راح أرجع مش راح أرجع بفائدة. فإذا أنا فهمت القاعدة بهذا الشكل، إذا فهمت أنا المبدأ بهذا الشكل، إذا أنا بمصلحتي تماما كصاحب عمل إني ألتزم وأجبر غيري من الناس يلتزموا، لأنه مصلحتي في الالتزام. نعم. دكتور مازن، إحنا لضيق الوقت فقط يعني مضطرين للقاء، وبدنا نتشكر دكتور مازن أبو الهيجاء أخصائي الطب النفسي، وإن شاء الله يعني ربنا بيشفي جميع المصابين بفيروس كورونا ويرحم جميع المتوفين بهذا الفيروس، ويحمي وطننا وأبناء شعبنا من هذا الوباء، وربنا يرفع البلاء والباء عن أبناء شعبنا. دكتور مازن أبو الهيجاء أخصائي الطب النفسي، شكرا جزيلا لك، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك وفرصة سعيدة، وشكرا للجميع إن شاء الله خير. شكرا. سلام.